مرحبا عليكم ام حمزه. الاخت سناء لاباس. صباح النور. كي دايره؟ لاباس عليك. لاباس عليك. اش اخبار حمزه؟ لاباس الحمد لله ونشكرو. عنده شي خوتو حمزه؟ لا عب وحده. ايوا الله يحفظه لك ويجي لك. عنده خواتاتو ماشي خوتو. ايوا تبارك الله، راه هما البنات هما كلشي. هما كلشي. واه قولي لي ديتي معاك اصوات ومشيتي؟ لا واه وديتها الجادي الجادي بني ملال رجعت لنا البارح بالليل. ايوا مرحبا. بارك الله عليك. مرحبا، وحنا فرحانين منين الحمد لله كنسمعوا في كل انحاء المغرب. كيداير الطاقم كله؟ كلشي كيسلم عليك ام حمزه. كلشي هاني الحمد لله. الله يبارك فيك. هاجر دعيو معاها بالسلامه، راه ما بقى لها شيء ان شاء الله وتولد. الله يكمل عليها. الله يفكها بالف خير يا ربي. امين يا ربي امين. الله يفك كاع الوحلات. امين امين يا رب العالمين. ام حمزه عندك شي هوا ديال الكيك باللبن؟ ولا لا شوقتينا حنايا كلنا كنصنتو لك. بسم الله على بركه الله نخدم من عندك هذا الشيء. عندي 5 البيضات. نعم. كاس تاع اللبن. 2 كيسان ديال السنيده. كاس ديال الزيت. الخمارات. غيب شويه باش السيدات يتبعوا معاك. واخا. اذا 5 البيضات. كاس د اللبن. اللبن واش كتفضلي د العبار ولا يكون هذاك ديال الكرتونه؟ اللي كان. اللي كان. اللي كان. 2 كيسان د سنيده. كاس ديال الزيت. هادو طبعا الكيسان د العنبه. هادي العنبه. 2 خمارات. نعم. فاني. وحده. فاني وحده. ودريك نديرو حسب الخالط. شحال؟ 2 معالق؟ لا لا كنديرو شي 3 الكيسان هكا كل 2 ونص على حسب الدقيق. واخا وصافي. كنشدو داك البيض مع السنيدات كنطربو حتى تيولي رغوة. كنزيدو عليه سميتو الزيت واللبن والفاني والدقيق والخميره الاخر. كندخلوها الفران. فاش كنخرجوها كندير واحد العصير ديال الليمون. وكنديروه سيرو مع السكر. شحال تقريبا كديري كاس ديال الليمون؟ 2 كيسان ولا كاس. مع كاس تاع السكر وكنخليو حتى يطيب تيولي سيرو. اييه. وكنسقوها من الفوق وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة والراحة. وهذه خفيفة. بغيتي كوك بغيتي اللي بغيتي ديري فوق منها كديري ديك الساعة. واش تنصحي السيدة تسقيو هاد الكيكة وهي سخونة ولا تتبرد؟ لا سخونة. نعم. ومن بعد زين الوجه كل وحدة وشطارتها. المستطاع ديالها على اللي كاين. ذاك فيرميسيل الشوكولات فيرميسيل ولا اللي كاين. أييه. وغزال عندك هاد الكيكة أم حمزة. هذا اللي بصحتك وراحتك. كنسلم عليك كثير. تبارك الله عليك. فوقاش إن شاء الله الوليدات راجعين المدرسة. أي عندي واحد جوجة دخل باكو وحدة 7 هاد العام. ما شاء الله. والله يعطيهم التوفيق والنجاح. الله يوفق الجميع. الله يوفق كاع الوليدات. دابا السيمانة الجاية تدخل إن شاء الله ياك؟ إن شاء الله. إي والله يخليهم لك ويعاونك عليك.